هدف الذهبي للبيرة في مرمى الإسلامي في مباراة الذهاب، الهدف الثاني الذي جاء في الوقت القاتل. جول 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 جول، لكن بأي طريقة جاء، سجل عن طريق محمد خليل. هذا بالقلب، يعني بالقلب جاء، نعم بقلب محمد خليل، بالانتماء الكبير من لاعب البيرة، ابن البيرة يسجل بقلب. الكرة الفلسطينية، الاخوين اللي هم مرعبة، سامح ومحمد، والان تقدم الامام، خطيرة خطيرة خطيرة. من جانب اللاعب محمود داوود، الله 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 يا محمود، شوف محمود، شوف سرعة محمود، شوف صاروخية محمود، شوف جول، جول اللاعب محمود داوود.